إن القارئ باقر أحمد سهر من محافظة بغداد، أبلغ من العمر 21 سنة. بدأت بالتلاوة منذ 10 من عمري، ودرست عند والدي الأستاذ أحمد سهر، وتأثرت كثيرا بمدرسة عميد الطريقة العراقية الحافظ خليل إسماعيل. قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن